للمطبخ الصيني أسرار عديدة، أما عراقته فتتجاوز حدود البلاد وتصل إلى شعوب العالم بأكمله. مطبخ يدفع كل ذواق إلى التساؤل عن أسباب صموده في وجه الأنماط الاستهلاكية الجديدة، فكيف للنودلز والتوفو وغيرها أن تنافس أشهر المطاعم في العالم؟ لكن للنودلز في هذا المطعم قصة أخرى، فهنا وعند كل صباح تبدأ ليتشا وزميلتها العمل في هذا المطعم الصغير، مطعم النودلز الصينية. تحضران الصلصات الحارة وتعبئانها داخل العبوات المخصصة، فيما يحضر طباخ النودلز العجينة على اختلاف أنواعها. النودلز المعتمدة في مطعمنا هي نودلز الأرز، وعادة ما تتهى بهذه الآلة بعد أن يحضرها الطباخ، وهي من أكثر الأطباق شهرة. المطعم هذا مقصود من مختلف أنحاء العاصمة على الرغم من بساطته، ففيه تحضر أطباق عديدة، أطباق لم تعد تنحصر شهرتها في الصين فحسب، بل باتت تحظى بشهرة عالمية. هناك نوعان من النودلز، منها المصنوع من الأرز والآخر من البطاطا الحلوة، وما أقوم بتحضيره هو نودلز الأرز مع الخضر، وهذا الطبق يتطلب أقل من نصف ساعة بغية تحضيره. رواد المطعم عادة ما يفضلون الأطباق الحارة مع نودلز الأرز، وهي عادة ما تنحدر من جوانشي، وأنا أفضل النودلز المطوي مع الخضر. إذن بإتقان وحب يعمل الصينيون على الحفاظ على مطبخهم وتقاليده، مطبخ يصمد على الرغم من محاولات التشهير الذي يتعرض لها منذ بداية أزمة كورونا. قد يكون تناول النودلز من أيسر الأمور بالنسبة إلى كثيرين هنا، إلا أن إعدادها وطبخها يتطلب وقتا وجهدا وموهبة. ماتي ديراني، بكين، الميادين.